الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما زلنا في كتاب الصلاة، وقد وقفنا عند الفريضة الخامسة من فرائض الصلاة، وهي القيام بالفاتحة. ذكرنا النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وقيام لها بفرض، وركوع من قيام تقرب راحتاه فيه من ركبتين، ورفع منه، وسجود على أيسر جزء من جبهته، وندب على أنفه، وأعاد لتركه بوقت، وجلوس بين السجدتين، وسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم، وجلوس له، وطمأنينة، واعتدال، وترتيبها. وخامسها، خامس أركان الصلاة، قيام لها أي بالفاتحة بفرض. فإن جلس أو انحنى حال قراءتها بطلت، وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط. إذن فالقيام بالفاتحة ركن من الأركان، هي ركن والقيام لها كما أن تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن. وهذا الركن قد يعني يغفل عنه بعض المصلين، خاصة الذي يصلي آخر الصف من اليمين أو آخر الصف من الشمال في الازدحام، فيستند إلى الحائط وهو يقول الله أكبر. فطبعا الاستناد ده يبطل الصلاة، لأن الوقوف استكمالا لتكبيرة الإحرام ركن، كما أن الوقوف بالنسبة للإمام والمنفرد في قراءة الفاتحة ركن. يعني لو واحد مثلا بيصلي ركعتين مثلا، أو بيصلي فرض، يصلي فرض، فاستند إلى الحائط
قال الله أكبر، أو استند إلى الحاث عن اليمين أو ناحية اليسار، قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وهو مستند، بحيث لو أزيل الحائط أو العمود وقع، يبقى كده إيه؟ فقد ركنين من أركان الصلاة، ركن الوقوف لتكبيرة الإحرام والوقوف للفاتحة، ده بالنسبة للإمام والمنفرد. بالنسبة للمأموم ممكن يجهل الوقوف لتكبيرة الإحرام كما ذكرنا في الدرس الماضي، الذين يصلون على الكراسي فيكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع أنه يقدر على القيام، فده صلاة باطلة من أولها باطلة لأنه ترك ركنا. والجاهل كالعامد، أنه يعني يجب على المسلم أن يتعلم هيئة الصلاة في مجلس العلم حتى تكون صلاته صحيحة. فالذي يصلي الفرض مثلا على الكرسي، ما دام يقدر على الاتيان بتكبيرة الإحرام وهو واقف يأتي به، ما دام يقدر على قراءة الفاتحة وهو واقف لابد أن يأتي به، لأن القيام لتكبيرة والقيام بالفاتحة ركن آخر. أحيانا المريض مثلا يقدر على القيام ويكبر تكبيرة الإحرام واقف ثم يجلس، ثم يجلس أثناء قراءة الفاتحة وهو يصلي وحده، يبقى ترك ركن القيام للفاتحة فصلاته باطلة. فالمفروض المريض يعني يتعلم فقه الصلاة، صلاة المريض قبل أن يصلي، وإلا بطلت صلاته، لأنه كما سيأتي في الركوع ممكن يركع يعني يقرأ السورة الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة والسورة ويركع وهو واقف، ولكن كل ده يفعله أو يفعل بعضه وهو جالس على الكرسي، يبقى ترك أركان. ترك إيه؟ أركان، إما أن يترك القيام بتكبيرة الإحرام أو يترك القيام بالفاتحة أو يترك الركوع من قيام كما سيأتي. يبقى ثلاث أركان ممكن المريض اللي هو بيصلي على الكرسي يتركها وهو لا يعلم، لكن لا يعذر بالجهل، لأنه يجب عليه أن يتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يأتي ويقول أنا مثلا أقدر على الوقوف، لا أقدر على الوقوف، أقدر على الانحناء للركوع أو لا أقدر على الانحناء للركوع، أقدر على السجود ولا أقدر مثلا على القيام. المفروض هو يحكي حالا لأهل العلم وهم يقولون له افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن يصلي من عنده أو كما يحلو له، أو اللي أقدر عليه وهو يقدر على أشياء ويغفل عنها، يعني يقدر على الوقوف، يعني أنت لو حسبت تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة تستغرق إيه من الدقائق، ما تكملش دقيقتين، معقول هو لا يستطيع الوقوف دقيقتين؟ ويقف على باب المسجد بعد الصلاة ربع ساعة، يجي عند الصلاة ولا منتشر ازاي؟ يعني فعلك يكذبه. المفروض يعني يتأكد تماما انه فعلا عاجز عن الوقوف دقيقتين، يتأكد. بعدين الركوع كما سيأتي لابد ان يكون من قيام، هو يركع على الكرسي يعني جالس. الله اكبر الله اكبر، فكر ايه؟ انه ما دام يجوز له الصلاه على الكرسي يعني تجوز له مطلقا من تكبيره الاحرام للسلام وبعد الكرسي، لكن لا، دي مراحل.
وبينها النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمران بن الحصين لما زاره وكانت به بواسير رضي الله عنه عن النبي. قال له يا عمران صل قائما، فان لم تستطع، شوف كلمه فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. في روايه النساء بالذات فان لم تستطع فمستلقيا، يعني على ظهر الارض. شوف كلمه فان لم تستطع، يعني العجز، العجز عن القيام بتكبيرة الإحرام، العجز عن القيام للفاتحة بالنسبة للإمام والفز، العجز عن الركوع من قيام، العجز عن السجود والقيام منه، كل ده طبعا داخل معانا في أركان الصلاة. احنا بنقول أهم حاجة فهم الأركان، أهم حاجة فهم الأركان. ليه؟ لأن بها تصح الصلاة وبها تبطل الصلاة. يعني لو فقد ركنا واحدا بطل. يعني انظر مثلا المصلي آخر الصف من هنا أو من هنا، أحيانا يستند على الحائط ويقول إيه؟ الله أكبر. مش عارف هو طبعا إنه إيه؟ صلاته بطل. لأنه استند أثناء تكبيرة الإحرام. هو واحد مثلا بيصلي آخر المسجد ووراه الحائط في الازدحام، فتلاقيه يمكن عن الحائط الله أكبر بجهل، كل ده مبطل للصلاة لفقدان الأركان، السنن لفقدان الأركان. اللي يركع على الكرسي وهو جالس ويقدر يركع من قيام، كل ده باطل. لازم يحدد الركن العاجز عنه هو اللي يسقط، بس مش مجرد الدوخة أو المرض أو يعني المشقة الخفيفة يروح لسليم جالس وتارك الأركان. لا، فإن لم تستطع، شوف كلمة في الرسالة، فإن لم تستطع، والقرآن قال فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث صحيح مسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. يبقى أنت عد موجود إلى ضميرك في هذا، هل أنت فاقد الاستطاعة ولا أنت مدعي الفقدان؟ مدعي فقدان الاستطاعة. تقول لا ما أقدرش أمشي، ما أقدرش أرقد، ما أقدرش أركع، ما أقدرش أسجد، ما أقدرش أكون مسجود، وفي نفس الوقت نلاقيك تقف نصف ساعة مع الناس وبتروح السوق ماشي وتيجي ماشي، أو مثلا بتقوم مع الناس وتجلس معهم، يعني قادر على الأركان دي، لكن تيجي عند الصلاة ويجي يجي بمكان على الكرسي ويصلي الصلاة ولا إلى آخره على الكرسي. فإن جلس أثناء قراءة الفاتحة أو انحنى حال قراءتها بطلت، حتى الانحناء ده بيحصل ميتة لما يكون واحد مثلا بيصلي وحده مفرد، يصلي الفرد وبعدين هو حركته بطيئة، مثلا جاي من السجود الله أكبر، قبل ما ينتصف يكون قرا نص الفاتحة، اللي بالك دي موجودة، يعني حركة بطيئة، جاي من السجود وهو جاي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، على ما ينتصف يكون وصل إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة حكمها إيه؟ باطل، لأنه لو قرأ آية منها وآيتين وهو منحني صلاته باطل. شفت الأمور الدقيقة البسيطة دي؟ ده معظم الناس بيقع فيه، يقع فيه خصوصا اللي هو يعني ايه اللي بيقوم بحركه بطيئه، سواء كان شاب او شيخ بيقوم بحركه بطيئه، لكن والمفروض تعمير الركن ده يقول الله اكبر ويقف، يبقى ما يبداش في الفاتحه الا بعد ايه؟ استوائه قائما.
الإنسان شبرين من الأرض وخلص التكبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ويفضل يقف ببطء يكون وصل للنصف الفاتح. بالنسبة للي بيصلي الفرض واحد، اللي بيصلي ورا الإمام ده يعني صلاته صحيحة لأن الإمام يحمله عنه، يعني قراءة الإمام تسد عنه في الفاتحة للفاتحة. لكن المنفرد منها شيء، منها سد عنه في الفاتحة، قراءته فرض وقيامه للفاتحة فرض، هو قرأها وهو منحني يبقى صلاة باطلة كما قال الشيخ الدكتور رضي الله عنه. وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، هو إيه بيركن على الحائط أو يركن على العمود، بحيث إنه يعني لو أزيل العمود أو أزيل الحائط سقط يبقى فقد ركن القيام وصلاته إيه؟ باطلة. سادسها، سادس فرائض الصلاة، ركوع من قيام في الفرض أو النفل الذي صلاه من قيام، فلو جلس فركع لم تصح للإخلال بهيئة الصلاة، يبقى لابد الركوع يكون من قيام، يعني بمعنى الذي يجلس على الكرسي إذا كان فرضه يقدر على القيام في الفاتحة والسورة يبقى لازم يركع من قيام، أما إذا كانت الخشونة شديدة في الرجلين والركب أو عنده غضروف مثلا ما يقدرش يقف أكثر من دقيقة بالفعل يبقى ده يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، وصعب عليه الركوع، هو فرضه هنا الإيمان، يبقى خلاص ما دام فرضه الإيمان، لكن إذا قدر على القيام والركوع والإيمان من قيام يقوم ويؤمن، لأن الإيمان ده مكان الركوع، الإيمان مكان الركوع. قال يؤمن إذا عجز عن انحناء الظهر يبقى يركع أو يشير بالإيمان برأسه من قيام، ويجلس ويشير بالسجود من جلوس، يعني يؤمن كما سيأتي في صلاة المغرب، يؤمن للقيام للركوع من قيام ويؤمن للسجود من جلوس، لأنه اللي ساقط عنه إيه؟ اللي هو استواء الظهر أو انحناء الظهر اللي هو الركوع، هو اللي ساقط بس، وساقط عنه السجود، يبقى ينفي الإيماء بالرأس، الإشارة بالرأس. قال فلو جلس فركع لم تصح صلاته، محدش طبعا بيبقى واقف ويجلس ثم يركع، لا، لكن على سبيل الفرض، يعني لو جلس وركع وهو جالس صلاته باطلة. ولذلك احنا قلنا اللي بيصلي على الكرسي يبقى لازم يعجز عن القيام تمام، من القيام في الفاتحة والسورة، يعني ما يقدرش إلا تكبيرة الإحرام ويجلس لشدة الإيه؟ صعوبة الوقوف عليه، يبقى ده خلاص، يبقى ده سقط عنه القيام، سقط عنه القيام، يبقى لما يجي يركع مش هيقدر طبعا يقوم، صعب عليه. يبقى ده يركع وهو جالس على الكرسي، ويسجد وهو جالس على الكرسي، لأنه عاجز عن القيام. فإذا تعذر الأمر سقط، إذا تعذر الأمر
سقط قاعدة فقهية. لكن كل واحد موكول إلى ضميره في العكس، هل يقدر أو لا يقدر؟ مش معناها خد رخصة في الدرس وخلاص، لا، أنت أعرف بنفسك تقدر أو لا تقدر. أما الركوع، حتى الركوع بل تقرب راحتان، تسنية راح وهي الكف وجمعها راح بالأتان، تقرب راحتاه فيه أي في الركوع من ركبتيه لو وضعهما، أي أن الركوع الواجب هو الانحناء، بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين، فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه. وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بالركوع، بل هو إيمان. وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي. طبعا هنا لابد عادي من الشرح العملي. يبقى إذن الركوع الواجب هكذا، هذا هو الركوع الواجب، يعني لازم الإيدين تصل إلى الركبتين. لكن لو واحد مثلا عمل كده ما ينفعش، ده إيمان. يعني الركوع هكذا، تبقى الرأس دي أعلى من إيه العجز، ده الركوع الواجب. أما هذا فهو سنة، استواء الظهر مع الرأس ده سنة. بعدين عندنا الركوع في المالكية ما نحنش الرجلين كده عند المالكية، هنا نحط ايدينا كده اهو مفرجة على الركب، وايه ونسوي الظهر هكذا، نجنح الذراعين تجنيحا وسطا، بحيث بس ما نوزيش ايه اللي على اليمين ولا على الشمال. يبقى الركوع الواجب هكذا، ده أول الواجب. أما السنة يسوي الظهر مع الرأس، ولا يعمل كده ولا إيه يعمل كده، يعني لا يخلي رأسه كده ولا يطأطئ رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بحيث تساوي رأسه ظهره صلى الله عليه وسلم. وهنا المالكية الذين قالوا بنصب الرجل هكذا كده هو هكذا، أما غيرنا يركع هكذا يحني الرجلين لورا، لكن إحنا هكذا. ده الركوع عند الإيه؟ عند المالكي. ثم إيه يرفع. لكن لو واحد عمل كده مثلا وضع اليدين على الركبتين جائز من السنة يعني، لكن لو واحد قال الله أكبر ورفع صح. ليه؟ لأنه تحقق الانحناء، هذا الركوع أصل الركوع. إنما وضع اليدين هكذا ده سنة، تسوية الظهر ده إيه؟ سنة إيه؟ يعني ممكن واحد يعمل كده، يعني بعض الناس يعمل الله أكبر مثلا، سمع الله لمن حمده، خلاص مفيش مشكلة. يعني الركوع أتى بالركوع الإيه؟ الواجب اللي هو انحناء الظهر. قال أما الإشارة هكذا أو هكذا كل ده إيمان، لأن الظهر إيه لم ينحني، يعني كل ده إيمان. ليه إيمان؟ ليه؟ لأن اليدين لم تصل أهو كده، محد الركوع انحناء الظهر بحيث تصل الراحتان إلى الركبتين حتى ولو لم يضعه تحقق الركوع. يعني لو واحد عمل كده يعني إيه الركوع صحيح، بس خالف الايه السنه وضع ايه اليدين، والتسويه سنه اخرى، وعدم يعني نصب الراس الى الاعلى وعدم طقطقه الراس الى الاسفل دي سنه برضه. الظهر القفا ده مساوي ايه؟ مساوي للظهر. دي كيفيه الايه الركوع الوارده اللي نقلها
سيدنا عبد الله بن عمر والسيدة عائشة وسيدنا وائل بن حجر، كل اللي نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يعني كان الواحد منهم يعني ينقل صفة الصلاة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يصلي للناس يقول والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني يصلي بالناس ويحلف أنه أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده الواجب تعلم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كان الذي لا يحضر يسأل صحابي آخر يقول له مثلا إيه، صف لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثلا توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما طلب الصحابة من سيدنا عثمان، وأتى بالماء وأخذ يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حرص الصحابة على إيه؟ على الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حضر أو الذي لم يحضر يأخذ الصفة ممن حضر. وقال عليه الصلاة والسلام حديث رواه أصحاب السنن، لا يجزئ صلاة أو لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ده بالنسبة للرفع، اللي هي الفريضة السابعة، رفع منه أي من الركوع، فإن لم يرفع بطلت، وهو راكع نزل إلى السجود زي ما بيحصل من المستعجلين. تلقاه إيه؟ يقول سمع الله لمن حمده، يعني إيه؟ ما أقامش صلاة. سمع الله لمن حمده، الله لم يقم صلاة، يعني لم يستكمل الظهر. نعم بطلت الصلاة طبعا، لأن الرفع ركن، ومعنى الرفع النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل المسيء في صلاته حديث أبي هريرة لما قال له إيه، إذا أردت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة فأستر الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. فمعنى الرفع استقامة الظهر. الصحابي لما قال ان كان صلى الله عليه وسلم يرفع من ركوعه حتى يعود كل فقار الى مكانه، وفي لفظ حتى يعود كل عظم الى مكانه، هذا معنى ايه؟ معنى الاعتدال، الركوع والرفع منه ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ولا يطمئن رافعا الا باستقامه الظهر. فان لم يرفع بطلت، يعني اذا لم يستقم الظهر، يعني عمل سمع الله لمن حمده ولم يستقم الى الاخر وراح نازل على السجود بطلت لأنه لم يطمئن رافعا، لأنه كما سيأتي الطمأنينة دي في كل أركان الصلاة، يعني نقول عليها ركن ممتد، يعني في الوقوف وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الرفع طمأنينة، الطمأنينة والاعتدال معا لابد أن يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تطمئن رافع،
ثامنها سجود على أيسر جزء، أي على أقل جزء تيسر من جبهته، والجبهة ما فوق الحاجبين وبين الجبين. الجبهة دي فوق الحاجبين وبين الجبين هكذا، ده جبين، وتحت الشعر لغاية الحاجب ده الجبين، والمربع ده الجبهة. فالسجود على أيسر جزء من الجبهة، يعني لو الربع ينفع، النصف ينفع، الثلث ينفع، لكن الأصل وضع الجبهة كلها على الأرض. الأنف فيه قولان، قول بالوجوب وقول بالند، والأرجح الند، يعني لو تركه صلاته صحيحة. سجود على أيسر جزء من جبهته، وندب السجود على أنفه، وقيل يجب، يعني السجود على الأنف فيه قولان، قول بالند لاستحباب وقول بالوجوب. قال وأعاد الصلاة لتركه، أي السجود على الأنف بوقت، يعني مثلا صلى الظهر والعصر وسجد على الجبهة فقط ولم يسجد على الأنف، جاء سأل فكان المغرب أذن، يبقى لا يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن سأل قبل المغرب نقول له أعد صلاة الظهر والعصر مراعاة للقول بالوجوب، لكن مضى الوقت يبقى الصلاة صحيحة. وهنا لابد عدم الاحتراز من السجود على كور العمامة. زمان طبعا كانت العمائم، كانت الناس حريصة على العمائم السنة، لكن الآن ما فيش حد، يعني كله جبهته عليها، لكن زمان كانت العمائم كبيرة، فكانت أحيانا بعض الناس يعمل كذا طاقة على الجبهة نفسها، فلو أكثر من يعني من طاقتين، في أحيانا يعني يكون الشال تخين، وأحيانا يكون الشال رقيق، فالرقيق يعني الشال الأبيض الرقيق طبقتين، بحيث يشعر بالحرارة والبرودة في الأرض، يعني هذا مكروه، لكن واحد عاد لافف ثلاث أربع لفات على الجبهة، مفيش حاجة ظهر منها، يعني الشال أو العمامة لغاية الحاجبين، فهو يسجد على كور العمامة، لا يشعر بحر ولا برد، ده صلاته ايه؟ باطل. ليه؟ لأنه في حاجز بين الأرض والجبهة، والأصل مباشرة ايه؟ الجبهة بالأرض، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يمكن جبهته من الأرض، وفي الحديث المسيء قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود لا يكون إلا بوضع الجبهة على الأرض، لكن طاقة خفيفة أو طاقتين خفيفتين يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة، لكن الطاقات كثيرة يبقى لابد يحسن العمامة عن الأرض. قالوا حتى المومئ اللي بيصلي بالإمام برضو لو هنا فيه طاقات برضو يحسن العمامة للوراء، ما يقولش أنا مش بسجد، لا، لأن أنت مفترض أن تسجد، هنا الفرض التقديري زي الفرض الفعلي، مش معناها إن ما دام أنت تصلي بالإمام يعني الجبهة عليها كور العمامة اللي ما ينفعش، لأن أنت كده كأنك ساجد سجودا تقديريا، فياخذ حكم السجود الحقيقي. إلا إذا كان
يعني في حرارة شديدة أو برودة شديدة تمنع الإنسان من الطمأنينة، يبقى ممكن الإنسان على يعني على الكم يسد على الكم بحيث ما يشعرش بالحرارة أو البرودة، لأن طبعا لو حرارة شديدة أو برودة شديدة هتضيع الطمأنينة، مجرد ما يضع الجبهة يرفع وبطلت السد. بعد السنة. أن حركة زائدة.
لكن عاد قام وقرا الفاتحه والسوره وركع، تذكر ان هو ايه ما رفعش بين السجدتين. يبقى نلغي الركعه دي وناتي ببدلها، ناتي ببدلها، نجيب ركعه في الاخر. بس هندرج الايه الركعات، يعني الثانيه هتبقى اولى، اولى والثالثه هتبقى ثانيه، هيتشهد بعديها. ان كانت الثالثه اللي هو فيها دي هيتشهد بعديها، عشان لغينا الركعه اللي فيها النقص، فهيتشهد ثم ياتي بركعتين بفاتحه فقط، ويسجد بعد السلام لالغاء الركعه التي فيها النقص، اللي هي نقص الجلوس بين السجدتين. لان طبعا ترك الركن سهوا يبطل الركعه وياتي ببدله، الا اذا قدرنا نركع ونتدارك الركن، اذا امكن تداركه يفعل، ما امكنش يبقى نلغي الركعه وناتي ببدله. ملخص ترك الركن، وسياتي في باب سجود السهو هذا الكلام. ولذلك قال وسياتي تفصيل ذلك. تفصيل ذلك في سجود السهو في حكم ترك الركن. وان ترك الركن لابد من الاتيان به ان امكن، ما امكنش يبقى نلغي الركعه وناتي بركعه بدله. لان في بعض الناس للاسف من اهل العلم ويصلي بالناس، يقول له مثلا نسيت سجدة، يروح ساجد سجدتين سهو ويتشهد ويسلم، وعامل نفسه فهم إيه؟ والعوام يعني ما يدخلش كلام دماغه هذا الكلام، يقول ده انت تركت سجدة، السجدة دي ما تتجبرش، الجبر ده للسنن، جبر للسنة، لكن الفرائض دي ما تكبرش، ده ركن. يبقى تركت ركنا بطلت الركعة ونأتي بغيره. يعني العوام ما أفهم منه. عاشرها السلام وآخر أركانها، الأركان اللي هي إيه؟ قولية وفعلية، كما أن النية أول. والأصل في ذلك حديث الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. يعني الإنسان لا يتحلل، يعني لا يخرج من واجبات الصلاة إلا بالسلام. كما أن النية أولها، وإنما يجزئ السلام عليه بالعربية وتعريفه بأل وتقديمه على عليكم بلا فصل، وإلا لم يصح. يبقى شروط السلام أن يقول السلام عليكم، ولا يجوز أن يقول عليكم السلام، لو قال عليكم السلام بطلت الصلاة. يبقى لابد السلام وتقديمه على لفظ عليكم، ولابد من تعريفه بأن، لو قال سلام عليكم بطل الصلاة. ودي بيقع فيها كثير من الناس الذين يصلون بالناس، يقول ايه السلام عليكم، السلام عليكم، طب فين الالف واللام؟ الصلاه باطل، ده جاهل. هو واخد صفه السلام في مجلس العلم، يقول ايه السلام عليكم، السلام عليكم. يبقى في فرق بين ايه السلام عليكم، السلام عليكم، طب فين الألف واللام؟
ينتهيش. ده معظم الايمان مصيبه مصيبه. الناس ايه حافظه القران ومتعلمه ومعاها شهادات عاليه ومش هايل عليه يقول السلام. معروف انه الالف دي حتى ولو كانت همزه وصل في الاصل لكن عند النطق بها في بدء الكلام تبقى همزه قطع. لما يقول ايه قال السلام عليكم ماشي تسقط وسطان وسط الكلام تسقط، لكن لما يجي ابدا بها السلام عليكم زي ايه الله اكبر. ساعات واحد في تكبيرة الإحرام يقول ايه الله اكبر. ايه الله اكبر لفظ ما يدلش عليه شيء، ده لفظ معناه كفر والعياذ بالله. ايه الله اكبر ما فيش اسم من اسماء الله، الله الله اكبر. ايه الله امور يعني اصول اصول ضايعه في الصلاه. يعني هو الله اكبر يحصل ولا لا؟ اسمعوها السلام عليكم لو ايه احسن يطلع السين السلام عليكم يتكع على السين. لا مش عايزينك تتكع على السين يا اخويا، احنا عايزينك تتكع على الالف واللام السلام عليكم. لكن ده يقول لك يعني ايه وبعدين يتلفت كده براحته السلام عليكم. شفت ازاي؟ بيحصل ولا لا؟ بيحصل. نعم؟ في صلاة التراويح. ها؟ التراويح وغير التراويح، ما هو اللي بيقولها في النفل بيقولها في الفرض. ده اعتياد. هذا اعتياد. مشكلة. مش هو بيستهزئ بالتراويح، ده هو عادته دي. بس أنت ما بتاخدش بالك منها ليه؟ إلا في التراويح لأنه بيسلم مثلا 10 مرات. هذا اللي خلاك واخدت بالك منها. لكن هو صلاته كلها بالطريقه دي. بس في التراويح لانها مكرره واخدت بالك منها. فخلي بالك من هذا الكلام. الاركان بالذات لانه ما فيهاش قولان. يعني لو قلت الله اكبر صلاه بطل من اولها بطل. لو قلت السلام عليكم صلاه بطل باجماع اهل العلم. ما تنفعش. يعني امور متفق عليها. مفتاح التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك والسلام المعرب بالالف واللام كل متون المالكيه تقول هذه الكلمه السلام المعرب بالالف واللام. فلو قال سلام عليكم او عليكم السلام الصلاه والسلام. الله اعلم.